فضيلة الشيخ عفى الله عنه وعنك، لقد تقدمت بالإجابة على سؤالي وهو عن يوم عاشوراء في الهاتف، ولكن لعل في السؤال أو الجواب يكون تفصيل أكثر. والسؤال يقول: لقد كثر في اليومين السابقين كثر الكلام حول يوم عاشوراء وفي أي يوم سيكون، فبعضهم قال أن يوم أمس الأربعاء هو يوم التاسع واليوم الخميس هو العاشر، وبعضهم قال أن يوم الأربعاء هو يوم الثامن واليوم الخميس هو التاسع. وقد سمعنا أنك بعد صلاة فجر يوم أمس الأربعاء أخبرت المصلين في المسجد أن اليوم يوم التاسع وهو يوم الأربعاء، فما صحة هذه الأقوال؟ وماذا يفعل من لم يصم يوم الأربعاء إن كان هو يوم التاسع؟ وبماذا تنصح المسلمين تجاه هذا اليوم؟ أما نصيحتي للمسلمين تجاه هذا اليوم فإني أقول إن هذا اليوم يوم يسن صومه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغب فيه حين قال: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. وأما بما يتعلق بإثبات عاشوراء فأنا أعطيك قاعدة تبني عليها شرعية من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يره إلى ليلة الثلاثين أمر أن نكمل الشهر 30 يوما، فقال في رمضان: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. وهذه قاعدة في كل الشهور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان لأنه هو اليوم هو الشهر الذي يحرص الناس فيه على تراء الهلال. وبناء على ذلك نقول: شهر ذي الحجة متى يكون 30 في هذه السنة؟ متى يكون؟ يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء 30. هل رأيناه ليلة الثلاثاء؟ رأينا هلال محرم؟ الجواب: رأيناه وثبت بشهادة 2، فهذا يوجب دخوله. وإن لم يره إلا واحد أو لم يره أحد فإن الواجب أن يكمل شهر ذي الحجة 30. وإذا كملنا شهر ذي الحجة 30 صار أول الشهر هذا متى؟ يوم الأربعاء، فيكون يوم الأربعاء هو الثامن ويوم الخميس هو التاسع ويوم الجمعة هو العاشر، وهذا هو المتمشى على القواعد الشرعية. وأما من حدثك أنني قلت للناس فجر من الأربعاء إن اليوم التاسع فقد كذب ولم نتكلم، والحمد لله أن الله ربط علينا أن لا نتكلم أمس العصر، وإلا لكنت أقول لعلي أعلم الناس حتى لا أغرهم، لأني قلت لهم أن العاشر يوم الجمعة قلت في الخطبة، فقلت لعلي أنبههم، لكن الحمد لله أن الله ربط على لساني ولم أقل شيئا، لأن الناس أكثروا علي. يعني قال واحد: قال حدثني الشيخ عبد الله بن سعد عن الشيخ بن بعود، وكلاهما معروف ثقة، عن مجلس القضاء بأن أمس هو التاسع. إذا جاءك من ثلاث سنة ثم جاء آخر ثم جاء آخرون وقالوا سمعنا في الإذاعة عن مجلس القضاء أن الشهر دخل يوم الثلاثاء، نعم، لكن الذي سمعت أيضا بسند أيضا صحيح أن أحد القضاة سأل الشيخ صالح الخدان رئيس المجلس القضاء وقال إنه لم يثبت عندنا إلا بشهادة واحد، وشهادة الواحد ما لا يثبت بها دخول الشهر إلا في رمضان. فالحمد لله خرجت الآن فتوى من الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي المملكة بأن يوم الجمعة هو اليوم العاشر، والأمر صحيح. أني صام يوم الأربعاء على أنه التاسع والخميس على أنه العاشر يصوم غدا على أنه العاشر ويكمله 3 أيام، عرفت؟ ثم أيضا يعني لا تصدقوا كل ما ينقل عن العلماء، ترى ينقل عن العلماء أشهد شيء بالرأس ما له أصل. السبت اللي بالكويت عني أنا ما شاء الله راحت هناك.
لا لا. أما عبد الله السعد فحدثني أحد الطلبة ورجل ثقة عن عبد الله السعد عن عبد الله بن قرود عن مجلس القضاء. وحدثني أيضا خالد بن زين من طلابنا من الأساتذة في الجامعة معيد عن مجلس القضاء مباشرة إن أمس تاسع ويوم عشر. لكن نشوف. والذي يظهر لي والله أعلم أن هؤلاء في المجلس سمعوا أن شهد شاهد واحد وقاسوا هذا على شهر أشهر فقالوا ثبت. على كل حال الحمد لله الأمر واسع ولم يفت شيئا. معك بكرة تصوم ويكون هو العاشر. والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. أنا ذكرت لك بارك الله فيك وللإخوان حديث عن الرسول إذا لم نره نكمل 30، لكن بعض الناس غرضوا شيء آخر بعد التقويم. 30 ذي الحجة حسب الرؤية تعتبر 31 في التقويم يعني واحد، فهمت؟ لأن التقويم سبقنا حتى في ذي الحجة سبقنا بيوم. نختم المجلس والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر.